زيد على الدين. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، أروح بالتزام يمكن يرميه في البحر. يقول فين أنا فين؟ أنت تعبد من؟ ما عرفت تعبد من؟ تعبد عظيم ولا معظم السبب أكثر؟ في ناس يقول أنا ملتزم وأنا أو ملتزمة وأحافظ وأصلي الليل والتهجد واثنين وخمسين، موجود في التعليقات، ورغم ذلك أخاف من الجن، أخاف من الوسواس، أخاف من العين، أخاف. كيف تؤمن بالله وتؤمن بغير الله وتؤمن بأن غير الله هذا قوي وأنت مرعوب من غير الله؟ أين الإيمان الآن؟ الإيمان متجه لغير الله. الجن كيف أفعل الجن؟ لا أراهم يفعلون، وربك ما ترى، وقال لك أقرب إليك من حبل الوريد، لا يمكن يصل لهذا القرب جني، ولا يمكن يصل لهذا القرب عدو مهدد لك. إذا آمنت بالله وكفرت بغيره، سيدنا إبراهيم كفر بالنار، هو متوجه لها ولا عنده ذرة خوف من النار تحرقه، هذا الكفر بالطاغوت. فجعلها الله بردا وسلاما. أنت مؤمن به أكثر من النار، هو يقول لا كوني بردا وسلاما. أمامه بحر، قالوا إن لم يدركون، قال إن معي أقرب لحبل الوريد من فرعون، إن معي ربي سيهدين. كيف ما أني شغل؟ قال له اضرب بعصاك، اضرب بعصاك البحر. أيش تسوي العصاية في البحر؟ لو حطيت صاروخ عليها وجهته على البحر فرق البحر كذا وخش الصاروخ ورجع مرة ثانية، لكن عصاية ينفتح لك 12 طريق يبس، بحر له سنين وهو يمشي بعدين نشف بسرعة، 12 طريق كل فرق كالطود العظيم زي الجبل العظيم موية، هذا يمشي من هنا وهذا يمشي من هنا ويشوفوا بعض. المعجزات موجودة في حياة المؤمن، اسمها معجزات، هذا كلام غلط، معجزات للآخرين، لكن لك موجودة في كل زمان وكل مكان إلى قيام الساعة. هو ذكر لك مواعيد، هذا وعدك الله، قال عندك الإيمان وعندك العمل الصالح أجعل لك مخرج. مخرج يعني إيش؟ معجزة. كنت في مشكلة وتسهلت. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يصير عندك الأمور واضحة، ما تقول ها جن عفاريت، واضح فرقان، راح الفرقان معناته في خلل، ملتزم برضو في خلل، في ناقص شيء مع التزامك كويس محمود طيب، لكن في ناقص شيء أنت ما عمي عنه. قال آمنوا وعملوا، أنت عندك عملوا ضابطها 100% وتقول هذا هو كل الدين، لا يا حبيب، هذا جزء من الدين وكمان صغير. شوف القرآن كتاب الله اللي نزله من السماوات، كم فيه من الأحكام أقل من 25%؟ كل القرآن فتش، جوجل موجود، قلوا القرآن المكي إيش هو، يجيب لك القرآن المكي، ما في نهي ولا في أي شيء من هذه الأشياء. والمدني كمان تلقى فيه أكثره نفس الطريق عن الله والآخرة والأشياء ذي وعن عظمة الله وكبرياءه، وجزء من 25% أحكام. الحديث نفس الشيء 75%. فنحن سوينا إيش الأعمال، مساحة ضخمة من فكرنا وجهدنا والكتب والمؤلفين والشيوخ، شيوخ في هذه المنطقة بس. والإيمان صغرنا حتى زي ما صار كذا، شيوخ فيه زي ما هناك شيوخ هنا شيوخ، لكن مو معتبرين. زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان العكس، الإيمان رقم واحد والأعمال لها حقها، هو حقها هذا، أنت كبرته والحين تقول كيف الأعمال، ما تصغر الأعمال، هي موجودة وأثرها موجود إذا كان الحجم الكبير للإيمان تضبط معك. صلي ركعتين تفرج فورا، ما في بعدين، اللي يقول لك استجاب الدعاء الآن بعدين بعد ما تموت، هذا كلام غلط. الحديث صح
لكن تفسيره غلط. تفسيره الناس درجات في الإيمان، في مؤمن بالله على طول، مؤمن متيقن بالله تجي فورا يستجاب، لأن الله قال ادعوني أستجب. ليش يقول ادعوني أستجب وهو في الباطن ممكن أخرها، ما بديه دحين، بعدين، مي على المزاج، على مزاجك أنت، إيمانك وقربك من الله يجعلها الآن فورا. واحد ثاني إيمانه ضعيف، إيمانه يعني الإيمان مفروض كذا، هو إيمان كذا، تجي بعدين في الدنيا أو تجي بحاجة أحسن منها. هذا نوع من المؤمنين، ما هي كلها على الجميع. وناس ثانيين يعني ماشي في الدين بالكلام الفاضي، لا التزامات ولا شيء، لا صنفت جاته مشكلة قال يا ربي يا ربي ويدعو الله، هذا يأخرها له بعدين، وفي الدنيا بينتظر منه يستقيم ولا لا. ممكن يعني في القبر تجي له مشكلة يقول له فرجنا عنك. درجات. أنت إذا كان عندك إيمان، الإيمان المطلوب بس.